كنا نتكلموا على مركز التكوين. اليوم لو كان في عود نروحوا لبن عكنوا في رزق الناس، في رزق بلديه، وفي رزق لا سيتي يونيفرسال تاع لي زيتيدون تاع الطلبه، نروح ندير المشروع تاعي تم في مشروع ما فيه لا قاعده لا اكت لا ورقه لا اي شيء. اليوم كون تروحوا تشوفوا تصيبوا ما كاين ميم هذاك وين داروا باش يحطوا الحجر الاساس نحاوها باش يفهم لك بلي هذا المشروع كان خفيه وكان فيه غرض سياسيه و اللي خارجه على الرياضه. هذه اليوم كون هذيك لابيير داروها في زيرالدا اليوم رانا كملنا. علاش ذاك النهار انا زعفت بهذا الجانب؟ كيفاش نخلي رزقي وين عندي عقد وين عندي اكت اللي مدته الدوله الجزائريه الى الملك الجزائر باش تدير فيه مكون رياضي مقر رياضي؟ يبي يديروش يروحوا يديروا في حاجه لتما.